هنستمع إلى تقريرنا عن الكابتن محمود الخطيب. بالتأكيد سيصبح مسؤولا عظيما في وقت قريب، هكذا عبرت مجلة أونز مونديال الفرنسية الشهيرة عن أسطورة الملاعب المصرية وكبرى النادي الأهلي، اللاعب الذي تغنت باسمه الجماهير ورقصت على موسيقى أهدافه العيون، صاحب الحضور الطاغي والكاريزما الكبيرة محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب. الخطيب في 30 أكتوبر لعام 1954 ولد بيب الكرة المصرية في إحدى كرة مركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، عشق كرة القدم منذ صباه وأبدع في مداعبة أخطيط الكازوزة أثناء ذهابه مع والده يوميا لمدرسة الأباضية، حتى لعب أول لقاء رسمي مع الأهلي بعمر 16 عاما وحمل الرقم 10 في النادي والمنتخب. نرجع تاني للخطيب وهوبا لعب محمود الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، سجل خلالها 104 هدفا وحصل على لقب الهداف التاريخي للنادي الأهلي ببطولات إفريقيا برصيد 37 هدفا، كما اختير 7 مرات كأفضل لاعب في مصر، ومنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة اللاعب النظيف على مستوى العالم. وتحت عنوان محبوب الخطيب أعلنت مجلة فرانس فوتبول أن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي هو المصري محمود الخطيب. عرف بيبو بالأهداف الملعوبة التي انتزعت الآهات من قلوب الجماهير بشتى ميولها، فحفظت أهدافه عن ظهر قلب سواء من النادي الأهلي أو المنتخب. في مطلع ديسمبر العام 1988 أعلن محمود الخطيب وضع حد لمسيرته كلاعب بعد أن لحقته الإصابات، وودع الجماهير خلال لقاء اعتزال وصف بالأسطوري. ليعود في التاريخ ذاته لأحضان النادي الأهلي كرئيسا للقلعة الحمراء. تبتسام القلب قوية سمعوا كل الدنيا حكاية العريس المصري الحبيب حكاية العريس المصري الحبيب محمود الخطيب محمود الخطيب محمود الخطيب محمود الخطيب. ويعني تشاء الأقدار أن يكون 1 ديسمبر التاريخ الذي اعتزل فيه الكابتن محمود الخطيب لاعب كرة القدم سنة 1988 في مشهد ربما لم يتوقعه الخطيب نفسه، دفعه في لحظات كثيرة أثناء تكريمه إلى البكاء الشديد، لم يكن يعلم أنه يحتل هذه المكانة الكبيرة في قلوب المصريين. 1 ديسمبر أيضا هو التاريخ الذي شاءت فيه الأقدار أن يكون محمود الخطيب رئيسا
للنادي الأهلي يتم تتويج اسمه وإعلان نتائج الانتخابات ليصبح رئيسا للنادي الأهلي 1 ديسمبر 2017 بعد أن كان قد اعتزل 1 ديسمبر 88. هنضم إلينا. هناك طبعا العديد من التساؤلات التي كانت تتعلق، وأنا قلت أن رغم أن الانتخابات خلصت لكن لابد من الانتباه للطريقة التي تم بها إدارة هذه الانتخابات، سواء من قبل المنافسين وطبيعة المنافسة أو من حيث التغطية الإعلامية لهذا أو لهذه الانتخابات.